هاي حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا تمام. قبل ما ابدا فيديو النهارده، لاحظت مطبخ الاطفال كان اكتر فيديو لقيت عليه تفاعل كبير منكم، وصل ل100,000 مشاهده. بصراحه متوقعتش ان يوصل للرقم ده، فميرسي ليكم. شكرا على كل تعليقاتكم وكلامكم الحلو اللي بيديني طاقه ايجابيه ان اكمل في قناتي. بجد انتوا ناس جميله جدا. اللي ما شافش الفيديو هتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس. دلوقتي هحاول سريعا اجاوب على الاسئله المكرره اللي جاتلي. اول سؤال، ليه مش بتنزلي فيديوهات كتير؟ بصراحه الفتره اللي فاتت انا كنت منعزله تماما عن السوشيال ميديا كلها، مش بس اليوتيوب، وده لظروف خاصه. تاني سؤال، ليه مش بتسجلي صوتك؟ انا سجلت صوتي النهارده بناء على طلبكم. انا عارفه انه قليل جدا لما بسجل صوتي على قناتي، بس هحاول الفيديوهات الخاصه بالاطفال اللي هتحتاج لشرح زي فيديو النهارده ان اسجل لكم فيها صوتي عشان الشرح يكون واضح للجميع. تالت سؤال، ممكن تعملي مطبخ الاطفال بمقابل مادي؟ بصراحه انا ما عنديش وقت، لان التصوير والمونتاج والايديتنج بياخدوا مني وقت، ده غير شغلي وحياتي الشخصيه خارج اليوتيوب. فالعاب الاطفال اللي انا بعملها على قناتي دي بنوتات اختي الصغيرين. بعتذر، محدش يزعل مني. اكتفي بكده عشان وقت الفيديو، لان فيديو النهارده طويل اساسا. المهم نرجع بقى لموضوعنا الاساسي، هو فيديو النهارده. فكره فيديو النهارده عن الدول هاوس او بيت العرايس. عملت سيرش لقيت البيت ده ليه اكتر من ديزاين، يعني ليه تصاميم كتير جدا. المهم في النهايه استقريت على الديزاين اللي قدامكم ده، ولكن بصراحه يا جماعه انا مقدرش اعمل حاجه الا لما احط فيها التاتش بتاعي. فتابعوا معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا ايه التعديلات اللي انا عملتها. مبدئيا الكرتون والغيرة اساسي معايا في الفيديو كله، واللي مش متاح عنده الكرتون ممكن تستخدموا الفوم بورد هيديكوا نفس النتيجة. عملت البيت ارتفاع 75، طبعا انتوا ممكن تكبروا عن كده او تصغروا على حسب سن او عمر اطفالكم. الافضل تعملوا طبقتين من الكرتون او تلاتة عشان البيت يكون معاكم قوي. انا عملت طبقتين من الكرتون. هنا الكرتونه بتاعت الباب ما ترموهاش، لان دي اللي هنعمل بيها الباب بعدين. استخدمت التيب عشان اغلف بيه الفريم بتاع الشباك والباب، وفي الخطوه دي مهم جدا بعد لما تلزقوا التيب تمشوا عليه بالغير عشان يثبت معاكم. زي ما قريته بالظبط، ده مش بس يا جماعة مضيعة للوقت، ده وقت مجهود وخامات. انا ما حبيتش احذف الجزء ده لسبب، عشان لو حد فكر او جه في باله ان يعمل اللي انا عملته ده، نصيحة بلاش. استخدمت الكانسون او اللوح العادية في تغليف البيت، ولكن المشكلة مش في الكانسون او في اللوح العادية، المشكلة في اللي جاي يا جماعة. اكبر غلط صراحة في الوقت ده ما كانش عندي دبل فيس، ففكرت في البديل، وياريتني ما فكرت بصراحة. استخدمت اللزق العادي ولفيته بالشكل اللي قدامكم ده، بعدين حطيته على الكرتون ولزقت عليه الكانسون. طبعا اللزق ده مش قوي، فالكانسون ما لزقش مع الكرتون، لقيت الكانسون عامل شكل امواج كده.
وهنا استخدمت التيب عشان اغلف الاطراف بتاعت الكرتون، بس طبعا ما كانش فيه داعي ان استخدمه، هتعرفوا ليه بعدين. عشان الاطراف هتبان، فالمفروض بعد ما لزقت التيب كنت الونه باللون البينك على اساس يبقى فيه ماتشنج مع الكانسون اللي معايا. ففكرت استخدم الستان على اساس انه يبقى اسهل ليا، بس ما طلعش اسهل ولا حاجه. المفروض اكون اتعلمت من اول واحده عملتها وباظت مني، فما كملتش الباقي. لا في الحقيقه انا كملت يا جماعه، بصراحه ما اعرفش انا كملت على اساس ايه، بس كملوا انتوا كمان معايا. لا واثقه من نفسيها، مش واخد بالها كده. اوكي عشان ننهي فكره المضيعه دي، لو مش متاح عندكم دبل فيس ما تعملوش زيي، ما تكسلوش، انزلوا اشتروا دبل فيس عشان الفينش نهائي يطلع كويس معاكم. وده شكل الفينش النهائي، طبعا مش حلو خالص. لما جيت شلت الكانسون ده اللي حصل معايا، قطع كله. هنا كملت لزق المجسم وسبت موضوع التغليف للآخر. استخدمت الستيكس بتاعت الشاوي عشان اعمل بيها الشبابيك. وده شكل البيت بعد ما شلت الكانسون من عليه. هنا اوضتي قامت بالواجب وكملت تقطيعه معايا. واخيرا وصلنا للحل الاجمل والاريح على الاطلاق. رحبوا معايا بالفوم يا جماعة. معرفش ازاي ما جاش في بالي استخدم الفوم البداية، بس استخدمت الستان الابيض في تغليف الفريم بتاع الباب، بس بعد كده رجعت لزقت عليه الفوم. في الخطوه دي لو انتوا هتغلفوا البيت بالكانسون يبقى سيبوا الستان زي ما هو، ما تلزقوش عليه فوم. Thank you.
بصراحة صورة البيت اللي جبته من على النت، الديزاين بتاع الباب ما حبيتش شكله قوي، يعني ما عجبنيش، فقررت اغير ديزاين الباب وعملته بالشكل ده. الباب باللاكي هو كان ابيض، بس انا حطيت عليه شويه لون احمر فداني لون البينك. وعشان اعمل المفصلات بتاعه الباب قطعت من الستيكس قطع صغيره ولزقتها في الباب بالغيره. وده كان الشكل النهائي للباب. النتيجة. انا حبيت اوضح النقطة دي عشان لو حصل معاكم كده ما توقفوش شغلكم، هاتوا الدبل فيس هيديكوا نتيجة كويسة جدا في الاخر برضو. يعني الافضل قبل ما ترفعوا المقاسات وتقصوا على الكرتون ترسموا الباترون بتاعكم في اي ورقة خارجية. انا رسمت الباترون بتاع بيت العصافير على ورقة A4 لان ممكن تحتاجوا تعدلوا في المقاسات اكتر من مرة، وده عشان ما تهدروش في خامتكم. وهنا وصلنا لأجمل خطوة بالنسبة لي، وهي الورد. عشان أعمل فازة الورد رسمت الشكل ده على الكانسون 3 مرات، بعدين قصتهم ولزقتهم مع بعض بالجلو. هتسألوني هنا ليه ما رسمتيش على الكرتون؟ هقول لكم، الشكل ده لما جربت أرسمه على الكرتون وأنا بقصه ما طلعش الشكل مظبوط معايا زي الكانسون، فعشان كده في الخطوة دي أنا فضلت أن أستخدم كانسون وعملت الثلاث طبقات على أساس أن هو يكون قوي أو يكون بديل للكرتون.
قبل ما انهي فيديو النهاردة لو هتكلم على رأيي الشخصي، فأسهل حاجة في التغليف هو الفوم جليتر اللي بيبقى نوعه ستيكر. بس لو حبيتوا تستخدموا الفوم العادي أو الكانسون فالأفضل تلزقوا بالدبل فيس. بتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، وحاولوا وانتوا بتعملوه لأطفالكم تتخيلوا ان ده بيتكم عشان تبدعوا فيه. انا وريتكم الفكرة العامة، بس طبعا انتوا ممكن تضيفوا حاجات او تحذفوا حاجات، دي بترجع لكل واحد ولمسته الفنية او ذوقه. ان شاء الله لما تعملوا لأطفالكم يطلع اجمل من بتاعي ويفرحوا بيه زي بنات اختي فرحوا بيه جدا. والفيديو الجاي ان شاء الله هنعمل مع بعض الفينيتشر بتاعت البيت. باي باي.